الرحمن الرحيم متابعي وكالة العقارية سير، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في هذا العرض الجديد يا متابعينا الكرام. اليوم جبنا لكم عرض متميز جدا. هذه الارض الفلاحيه اللي كتشاهدوا امامكم اللي شاد على هذه الفيرما ديال اللوز، اللي كتشاهدوا امامكم هذه الفيرما ديال اللوز، هذه فيها 2 هكتارات تيتر فرونسي وشاد وجايه على الكوترون في المنطقه ديال اقليم الحاجب وقريبه المكناس وقريبه الاكوراي وقريبه الحاجب. كما كتشاهدوا متابعينا الكرام هي هذه الارض هذه شاد على هذه الفيرما ديال اللوز كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، ومشات مع هذا البوطو اللي كيبان لكم هنا، غنزوميه باش يبان لكم هذا البوطو ديال الضوء تقريبا واحد 3 متر فوقه، ومشات مشات مشات حتى وصلت حتى لهذا الزيتون هنا اللي هنا في هذا الزيتون، واحد تقريبا واحد الزيتونه رقم 30 هنا وجا لحد ديالها. هو هذه الارض هي هذه ارض محفظه تيتري يا متابعينا الكرام، منطقه مائيه وكاين الضوء كاين الكهرباء. والاهم في هذه الارض والمميز في هذه الارض هو انها جات على الكودرون يا متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا جات على الطريق الرئيسيه يا الارضيه هذه كما تشاهدوا يا هذه يا متابعينا الكرام، شاد هو الحدبين من الحدبين مشات هكا هي هذه ارض محفظه تيتري، والحد ديالها هو هذا الزيتون منها، وجات على الطريق الرئيسيه يا متابعينا الكرام. يعني فرصه عقاريه بالنسبه للناس كيقلبوا يشريوا ارض على الكودرون، فجوج هكتارات بالثمن ديال 50 مليون للهكتار الواحد. فمرحبا بكم اللي بغى يزور هاد الارض الفلاحيه، فالف مرحبا به يا متابعينا الكرام. ودائما الجديد عند الوكاله العقاريه هي هذه الارض هي هذه، والكودرون هو هذا، جات على هذا الكودرون كما كتشاهدوا هذا الكودرون كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، هذا هو الكودرون ديالها، جات على الكودرون الطريق الرئيسيه الارضيه هذه. فاللي بغى يتواصل معنا الرقم الهاتفي المعتمد ديال الوكاله العقاريه تيسير 0676 98 84 84. ومرحبا بكم متابعينا الكرام الى عرض عقاري جديد بحول الله وقوته، كنتمنى لكم كل الخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.